شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. في أواخر صيف العام 99 900 ألف، اكتشف بعض الصيادين جثة رجل في إحدى المغارات الواقعة على الشاطئ في حي يعقوب المنصور. كانت معروفة تلك المغارة، إذ كانت تعتبر ملاذا لكثير من الصيادين يلجونها للاحتماء من شدة الحر أيام الصيف. لم يجرؤ أي من أولئك الصيادين على الاقتراب من الجثة، واتصلوا بالشرطة. وصل إلى المكان العميد رئيس الدائرة الخامسة للأمن الوطني وعاين الجثة. كانت تبدو جثة رجل في الخمسين من العمر، كانت في وضعية القرفصاء وقد أسند الظهر إلى جدار المغارة. لاحظ العميد أن الحزام كان مفتوحا وأن السروال نصف نازل، كانت العورة مكشوفة. أدخل العميد يديه في جيب السروال ولم يعثر على أي وثيقة تبين هوية صاحب الجثة. لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها وضعا مماثلا. اتصل بالنيابة العامة وأخذ الأمر مجراه الطبيعي، إذ حضرت سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى المستودع البلدي للأموات. كان يتعين تدخل مصلحة التشخيص القضائي، وقد انتقل أحد عناصرها إلى المستودع البلدي للأموات لرفع بصمات الجثة. كان الطبيب الشرعي يحاول الكشف عن أسباب الوفاة، خلص إلى أن الرجل الخمسيني مات من جراء ضربة قوية أصيب بها على مؤخرة الرأس. بدا للطبيب أنه مات على الفور. لما عاد عنصر مصلحة التشخيص القضائي إلى مقر المفوضية وعرض البصمات على الناظم الآلي، تبين أن القتيل يدعى عبد الرزاق مولدار ويسكن بالرقم 18 في زنقة ساحل العاج. كان معروفا لدى مصالح الأمن، إذ اعتقل وأحيل على المحكمة مرات بسبب السكر العلني والتشرد. يذكر أحد المفتشين أن عبد الرزاق مولدار كان يتعمد القيام بما يستدعي القبض عليه وإعادته إلى السجن كلما حل فصل الشتاء، إذ كان ذلك يقيه شر برد الشارع. مهما يكن ماضي الرجل، فإن ما يهم المحققين هو الكشف عن ظروف مقتله والوصول إلى الجاني أو الجنى. الوضعية التي وجدت عليها جثته حيث كانت عورته بادية جعلت المحققين يطرحون فرضيتين. الأولى فرضية أن يكون تعرض لاعتداء جنسي، أو أنه كان على علاقة مع أحد الشواذ. لم يكن صعبا الوصول إلى أولئك الأشخاص الذين يأتون إلى الشاطئ بحثا عن شركاء. تم توقيف عدد منهم وأخضعوا لبحث معمق. كان المحققون يريدون معرفة ما قام به كل واحد من أولئك الأشخاص خلال الأيام التي سبقت اكتشاف جثة عبد الرزاق. كان الطبيب الشرعي قد قدر الفترة التي بقيت فيها الجثة في المغارة بثمانية أيام. كان عبد الرزاق مولدار يجالس على الشاطئ مجموعة من المدمنين على المخدرات والكحول، وقد طالهم التحقيق. كانوا خمسة أجمعوا في أقوالهم على أنهم ليلة اختفى عبد الرزاق كانوا جالسين على الشاطئ يتناولون مشروبهم المكون من كحول الحريق الممزوج بنوع من العصير، وكان من بينهم عبد الرزاق، ولم يجالسهم أي شخص من المعروفين بالشذوذ. قالوا إن الرجل لم يكن يبدو عليه أثر انزعاج أو غضب أو قلق. استمر استنطاق الخمسة 48 ساعة. كان المحققون يحاولون أن يكتشفوا تناقضا أو تضاربا ما في أقوال أحدهم، ولكن لا شيء من ذلك تسنى. وتم إخلاء سبيل الأشخاص الخمسة الذين كان يجالسهم عبد الرزاق مولدار. كانت تعليمات النيابة العامة تقضي الإبقاء عليهم تحت المراقبة إلى أن تنجلي ظروف وأسباب مقتل عبد الرزاق. شح المعلومات قاد إلى نشر مذكرة بحث عن مجهول قام بقتل المدعو عبد الرزاق مولدار. نشرت مذكرة البحث مع صورة للضحية وعممت على مختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي على مستوى ولاية الرباط والمناطق القريبة. واصلت شرطة الأخلاق عملياتها مساء كل يوم على الشاطئ
بحثا عن المتعاطين لدعارة الذكور. كان المحققون متمسكين بفرضية وجود علاقة ما بين مقتل عبد الرزاق والشواذ، ولكن كل الذين أمسك بهم وتم استجوابهم أقروا بتعاطيهم الدعارة، ولكنهم جميعهم نفوا أن يكونوا تعاملوا مع عبد الرزاق أو مع أي كان من بين أولئك المتشردين المدمنين للكحول. كان الباحثون في حيرة لما ظهر عنصر جديد في هذا الملف، امرأة ادعت أنها زوجة عبد الرزاق ملدار. زارت مستودع الأموات وتعرفت على جثته، ولما أبلغ العميد المكلف بالقضية تم إحضارها إلى المفوضية للاستماع إليها. علم منها الباحثون أن زوجها عبد الرزاق هاجر منزله منذ فترة طويلة، ولكنه كان يأتي مرة في الأسبوع، غير أنه لم يظهر له أثر منذ أسبوعين. قالت المرأة أيضا إنها بحثت عنه في الأماكن حيث كانت تجده عادة ولكن بدون جدوى. بالنسبة للمحققين كان ظهور هذه المرأة التي تدعي أنها زوجة عبد الرزاق يفسح المجال أمام فك لغز جثة المغارة. كان الباحثون يسعون إلى معرفة كل شيء عن الرجل، وهكذا علموا من زوجته أنه منذ عدة سنوات وبعد أن أجريت له عملية جراحية على البروستاتا أصيب بالعجز الجنسي، لم يتقبل الأمر وارتمى في أحضان إدمان الكحول وأهمل عمله وتم طرده وصار متشردا. لما سألها المحققون نفت أن يكون أصيب بالشذوذ. طالبت المرأة بتسليمها الجثة لدفنها، ولكن طلبها قوبل بالرفض. كان يتعين الحصول على إذن من الوكيل العام للملك الذي لم يوافق على دفن الجثة إلا بعد اجتماع مع عميد الشرطة وبعدما قدمت أمامه تلك المرأة. في المستودع البلدي للأموات وقبل تسليم الجثة أمر الطبيب الشرعي أحد مساعديه بغسلها، وقد لاحظ الرجل أثناء العملية خروج براز من الجثة. بحكم خبرته رأى أن ذلك ليس بالأمر العادي بالنظر إلى المدة التي بقيت فيها الجثة في المغارة ثم تلك التي مرت عليها في المشرحة. أخبر الطبيب الشرعي بالأمر، ولذلك عمد إلى معاودة فحص الجثة، فتبين أن الرجل عندما قتل كان يستعد لقضاء الحاجة. نقل هذا العنصر الجديد إلى عميد الشرطة الذي قرر جمع من كانوا برفقة عبد الرزاق ليلة قتل، وتعمد أن يعاد تمثيل الوقائع في وقت الجزر حتى يتسنى الوصول إلى المغارات. كانوا جالسين يشربون الكحول الممزوج بعصير، وفي لحظة ما نهض عبد الرزاق ومضى مبتعدا. قال أصحابه إنهم ظنوا أنه ذهب لقضاء حاجته ولكنه لم يعد. استعمل العميد الصور التي تتوفر عليها مصلحة التشخيص القضائي والتي أخذت للجثة على الحال الذي اكتشفت عليه. دخل المغارة في المكان الذي كانت الجثة مسندة إليه في وضعية جلوس القرفصاء. تم اكتشاف بضع شعيرات وأثر دم، تم التقاط الشعيرات وأخذ الدم، تم إرسال الكل إلى مختبر الشرطة العلمية. في تلك الأثناء عمد الطبيب الشرعي إلى حلق الشعر الموجود في مؤخرة رأس الجثة وظهر أثر الضربة، وخلص إلى أن الأمر لا يتعلق بأداة حادة، ورجح أن يكون الموت حدث بسبب ارتطام الرأس بقوة مع صخر المغارة. لاحقا أثبت التحليل أن الشعيرات والدم للقتيل عبد الرزاق ملدار. انتهت التحريات إلى أن عبد الرزاق بوغت بموجة قوية اقتحمت المغارة ودفعته بقوة إلى جدارها، لحظتها ارتطم رأسه بالصخر، ظل هناك في وضعية الجلوس، مات على الفور، قضى نحبه ولما يقضي حاجته. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. صباح 10 يناير من العام 11 و2000 تقدمت أمام عميد الشرطة بالدائرة الأولى بوزان السيدة عائشة الساجني، امرأة تسكن القشريين في المدينة القديمة، وقد جاءت تبلغ عن اختفاء شقيقها الأكبر تهامي الساجني الذي يبلغ من العمر نحو 50 عاما.
أدلت المرأة بصورة حديثة للرجل الذي كان يعمل في فرناتشي حمام مولاي تامي، حيث كانت تزوره تحمل إليه طعامه وتتلقى منه ما تنفق به على نفسها، كان المعيل الوحيد لها بعد وفاة والديهما. انقضت 3 أيام ولم يظهر لتامي الساجني أثر، ولذلك عاودت شقيقته زيارة الدائرة الأولى للأمن الوطني. استقبلها الضابط الممتاز شاكيب الأنجري، أبلغته بأنها تخشى أن يكون تعرض لمكروه بسبب مرافقته بعض الأشرار وإدمانه على تعاطي الخمر والمخدرات. أضافت معلومات أخرى أنه كان يحمل في أحد أصابعه خاتما من الفضة ورثه عن والده، مضت إلى أن ذلك الخاتم يتوارث جيلا بعد جيل، يعطى للمولود الذكر الأول. كانت هامي يتخذ من الفرناتشي مكانا للسكن والعمل في آن، يمضي أوقات عمله يطعم بيت النار بالأخشاب وبكل ما هو قابل للاحتراق حتى يؤمن الحرارة الضرورية للحمام. كان إلى ذلك يراقب ما قد تحمله بعض الأسر من طنجيات ومأكل يكتسب كل لذته حين يطهى في رماد الفرناتشي. انتقل الضابط الممتاز الأنجري إلى حمام مولاي تامي، وقد وجد هناك شابا دون 20 من العمر. سأله عن تامي فرد الشاب بأنه غادر منذ أسبوع برفقة بعض الأشخاص بعدما أتوا على عدة قنينات من الخمر جاء بها أحدهم بطلب من تامي نفسه. أضاف الشاب أن تامي تعود على أن يسهر الليالي برفقة شبان ومراهقين. لما سأله الضابط عن عمله في الفرناتشي أضاف أنه مساعد لتامي وأن صاحب الحمام ثبته في عمله في انتظار عودة تامي. كان الشاب يبدو مرتبكا وهو يجيب على أسئلة الضابط، وهو ما جعله يوجه إليه استدعاء للحضور إلى مكتبه في المفوضية بعد الظهر، ولكن الشاب لم يحضر ولذلك اضطر إلى استقدامه. برر الشاب عدم مثوله بكون صاحب الحمام لم يجد من يقوم بالعمل الذي يقوم به. كان أول ما قام به الضابط أن حدد هوية الشاب. اسمه يوسف العوري من مواليد عند فالي في 12 من أبريل من العام 92 900 وألف، ويسكن وزان منذ عدة سنوات منذ أن استقر بها والده الذي كان يعمل في الحياكة. لم تكتشف للشاب سوابق حين تم تنقيطه ما عدا تعرضه لاعتداء جنسي لما كان في 14 من عمره. أدلى الشاب بمعلومات حول بداياته في فرناتشي حمام مولاي تامي، حيث كان يتولى تقطيع الأخشاب لإمداد بيت النار. سجل الضابط أقواله في محضر قانوني ثم أخلى سبيله وطلب منه أن يبلغ حالا بكل خبر جديد عن تامي الساجني. عاد يوسف إلى مكان عمله ولم يمر وقت طويل حتى فاجأته شقيقة تامي بزيارتها، فعرفت على القميص الذي يرتديه، كان قميص شقيقها. أغضبها ذلك ولم تكتم غضبها. رد يوسف بأن تامي هو من سمح له بارتداء ذلك القميص لأن ملابسه اتسخت ولم يغسلها بعد. كادت المرأة تتجاوز عن الأمر لما استوقف نظرها الخاتم الذي يضعه يوسف في يده. كان خاتم شقيقها تامي، هي تعرفه جيدا، هو ذاك الخاتم الذي يتوارثه الكبار من عائلة الساجني. كتمت الأمر في نفسها وغادرت الفرناتشي، توجهت رأسا إلى مقر دائرة الشرطة. وما أن استقبلها الضابط الممتاز شكيب الأنجري حتى باحت له بما لاحظت، قالت له إنها رأت خاتم شقيقها في يد يوسف الذي كان يرتدي قميصا له. ودون انتظار انتقل الضابط إلى فرناتشي حمام مولاي تامي. كان يوسف منهمكا في قطع الأخشاب. لاحظت شقيقته التامي أن يوسف استبدل القميص ولكن الخاتم كان لا يزال في يده. لما سأله الضابط أنكر يوسف أن يكون استعمل قميصا لتامي وأن ما تقوله المرأة ليس سوى افتراء. وعندما استفسره عن الخاتم الذي في يده لم ينكر الشاب أن الخاتم لتامي، ولكنه برر حيازته بأن تامي تركه له رهنا لقاء مبلغ من المال صرفه في شراء الخمر ليلة اختفى. لاحظ الضابط أن الشاب كان يبدو مضطربا كلما سأله عن تامي، ولذلك
قرر أن يسوقه إلى مقر الدائرة لمحاولة استجلاء سر اضطرابه ذاك، ولكنه مرة أخرى اصطدم بمشكلة الفرناتشي الذي يجب أن يكون فيه من يتولى الحفاظ على النار متأججة. تم الاتصال بصاحب الحمام، ولما حضر لاحظ أن يوسف قام بتكديس كمية كبيرة من الحطب في بيت النار، فساءه ذلك وصرخ في وجه الشاب يتهمه بالتبذير. كان صاحب الحمام قد اصطحب معه من يعوض يوسف، وقد أمره صاحب الحمام بأن ينزع الأخشاب التي لم تنلها النار. لما باشر الرجل ما يطلب منه فوجئ بوجود ما يشبه هيكلا عظميا في عمق بيت النار. قفز من الحفرة مذعورا، قال بأعلى صوته إنه يرفض العمل. اتصل الضابط الممتاز شكيب الأنجري برئيسه وطلب منه تعليمات. كان المقصود أن يوقف استعمال الحمام إلى حين التحقق مما قاله عامل الفرناتشي الجديد من وجود بقايا جثة بشرية في بيت النار. أبلغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية النيابة العامة بالأمر وطلب حضور رجال المطافئ لإخماد النار المتأججة في بيت النار، مع الحرص على عدم إتلاف ما اعتقده عامل الفرناتشي بقايا بشرية. أخلي الحمام ممن كان فيه من الزبناء، وقام رجال المطافئ بإخماد النار وتمكنوا من إخراج الجسم موضوع السؤال. لم يكن هناك من شك، فقد كانت بقايا جثة آدمية أتت النيران على معظم ما كان بها من لحم وجلود، وبقي منها مع ذلك ما يتيح تحديد هويتها. في الحفرة التي يقف فيها خازن النار تم العثور على ملابس وآثار دم وسكين حادة. تم حجز كل ذلك ونقلت بقايا الجثة المتفحمة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية ومعها بعض آثار الدم. سيق يوسف العوري إلى المفوضية لتعميق البحث معه. أكد رئيس المختبر العلمي أن البقايا لإنسان، وطالب الشرطة القضائية بالبحث عن قريب محتمل للقيام بتحليل جيني. هكذا أخذت عينة من دم عائشة الساجني شقيقة التهامي المفقود وأرسلت على عجل إلى المختبر. لم تتأخر النتيجة وجاءت مؤكدة وبنسبة 99.99% أن بقايا الجثة هي لتهامي شقيق عائشة. أكدت نتائج التحليل المخبري أن عينة الدم التي التقطت من حفرة الفرناتشي هي لشخص ثالث. أخذت عينة من دم المشتبه فيه الوحيد في هذه القضية يوسف ونقلت إلى المختبر، فتبين أن الدم دمه. صار ضروريا الآن استنطاقه. أبدى الشاب تعنتا وعنادا، كان يصر على إنكار كل صلة له بقتل التهامي ثم إحراق جثته. لم يصمد لأكثر من 3 ساعات وانهار حينما طوقته أسئلة الباحثين. انطلق في اعترافاته من يوم تعرض لاعتداء جنسي وهو في 14 من العمر. قال إنه كان مصمما على أن يضع حدا لنظرات الآخرين إليه التي كان يحركها الطمع في الاعتداء عليه جنسيا. قال إنه سعى إلى تكوين رصيد من المال، ولذلك تاجر في كل الممنوعات من مخدرات ومسكرات. قال إنه كان يروج الماحية، كانت تجارته رائجة خلال أيام موسم رب عمران ديوزان الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من اليهود قادمين من مختلف أنحاء المغرب والعالم. عدا تلك الأيام كان يضطر إلى التجول في أرجاء وزان لتصريف بضاعته المحرمة. يحكي يوسف في اعترافاته أنه استوقف ذات مرة من قبل شاب قرب حمام مولاي التهامي، طلب منه قنينة من شراب الماحية، ثم قبض الثمن من صاحب الفرناتشي الذي لم يكن له به علاقة والذي دعاه لينضم إلى الجلسة. كانت هناك طنجية وعدت من لحم البقر. بعد العشاء استمرت السهرة إلى وقت متأخر من الليل. قال يوسف إنه لم يدري الذي حدث بعد ذلك، وفي الصباح لمس أنه تعرض لاعتداء جنسي. هاجم على التهامي يريد الانتقام، ولكنه تمكن من الإفلات وأخرج هاتفه النقال وعرض عليه ما تم تصويره. تم تصوير الاعتداء الجنسي الذي تعرض له. قال إن التهامي أبلغه بأنه سلم نسخة إلى شخص آخر
وأن كل محاولة للانتقام سيكون مقابلها نشر ما تم تصويره في كامل وزان. قال يوسف: إنه منذ ذلك الحين لازمت هامي، صار مساعدا له، ولم تكن غايته سوى اقتناص اللحظة المناسبة للانتقام. ثم جاءت الفرصة، كانت هامي سكرانا ثاملا، اعترف في سكره أن مسألة نسخة التصوير لم تكن سوى خدعة. اعترف يوسف أنه لم ينتظر، أخذ السكين ووجه إليه طعنة جهة القلب. لما بدأ يصرخ خنقه بيديه إلى أن مات. ظل في مكانه إلى أن خمدت النار. وقتها حمل الجثة وأدخلها بيت النار، ثم وضع عليها الحطب وأضرم الكومة. ظلت مشتعلة ما بقي من الليل. طال الانتظار ولم تختف الجثة كاملة كما كان يظن. قال إنه كان ينوي ألا يبرح الفرناتشي حتى يمحو كل أثر للجريمة. لم تكن جريمته كاملة لسبب بسيط، لا توجد جريمة كاملة. بعد انتهاء التحريات تم تقديم يوسف العوري إلى الوكيل العام للملك بتهمة القتل العمدي والسرقة. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. 9:30 من صباح الاثنين 17 من يناير من العام 2011، تلقت قاعة المواصلات بولاية أمن الدار البيضاء مكالمة من وكالة بنكية توجد في ساحة باندونغ. كان مدير الوكالة يبلغ عن عملية سطو تعرضت لها الوكالة البنكية، وعن وجود جريح واستحواذ المعتدي أو المعتدين على مبالغ مالية هامة. انتقل عميد الشرطة رئيس الدائرة إلى مقر الوكالة بعد أن أبلغ النيابة العامة ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. بعد 10 دقائق كان في عين المكان، حيث استقبله مدير الوكالة ورافقه إلى الطابق تحت الأرضي، حيث عاين وجود شخص ملقا على الأرض وقد فقد وعيه. كان الدم يسيل من أذنه ومن أنفه. كان أول ما قام به العميد طلب سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى. بعد وقت قصير حل بالوكالة عدد هام من رجال الأمن وممثلي السلطات المحلية. طلب والي الأمن من العميد رئيس الدائرة أن يقوم بالمعاينة على أن تتولى تحريات الشرطة القضائية، وقد أوكل الأمر إلى العميد عيسى المولودي باعتباره رئيس فرقة محاربة العصابات. قال مدير الوكالة البنكية إن أوراقا مالية من العملة الوطنية ومن الدولار واليورو والريال السعودي اختفت من الخزانة، وإن مجموع ما تمت سرقته يعادل 1,500,000 درهم. قام المختص في مسرح الجريمة بالمسح الضروري للمكان، ولكنه لم يتمكن من اكتشاف بصمة أو أثر يقود إلى الفاعل أو الفاعلين. بدا وكأن الجناة كانوا يحملون قفازات. لم يبق أمام المحققين سوى استجواب موظفي البنك الجريح الذي نقل إلى المستشفى. كان أملهم أن يحصلوا على مزيد من المعلومات حول الذي حدث. كان الرجل قد استعاد وعيه، وقد صرح للباحثين بأنه نزل إلى الطابق تحت الأرضي للوكالة البنكية حيث توجد الخزانة لإحضار مبلغ من المال والاستجابة لطلب أحد الزبناء، وما أن فتح الخزانة بالمفتاح الخاص به حتى تلقى ضربة قوية على رأسه من الخلف. قال إنه حاول أن يلتفت ويصرخ، ولكن المعتدي وضع يده على فمه. قال إنه عضه في يده فعاوده بضربة أخرى على الرأس. بعد ذلك قال إنه لا يذكر أي شيء سوى أنه هنا في المستشفى. لم تحمل أقوال أمين الصندوق الكثير مما قد يفيد التحقيق. كان طبيعيا أن يتم الاستماع إلى مدير الوكالة البنكية الذي قال إنه وصل إلى الوكالة في 8:15 صباحا. لم يكن قد وصل أي من المستخدمين بعد. نزل إلى الطابق تحت الأرضي حيث توجد الخزانة، وجدها مقفلة كما تركها قبل أن يغادر بالأمس في حدود 5 مساء. قال إنه قام بفتح القفل الخاص به حتى إذا ما جاء أمين الصندوق فتح القفل الآخر بمفتاحه ليستجيب لطلبات الزبائن. في 9:45 كانت قد مرت 15 دقيقة على فتح الوكالة،
وكان أمين الصندوق يجري أولى المعاملات، كان بحاجة إلى بعض المال ليستجيب لطلب زبون للوكالة. نزل إلى الخزانة ولكن انتظار الزبون طال، والتجأ إلى مدير الوكالة. لحظتها يقول المدير: اكتشف الذي حدث، كانت الساعة تقترب من 9:30. قال إنه لم يقم بأي شيء سوى الاتصال بالشرطة. أضاف أنه لاحظ أن الباب المفضي إلى مرآب السيارات كان مفتوحا، بينما الطبيعي أن يكون مغلقا. قال إنه يظن أن الفاعل أو الفاعلين تسللوا من هناك إلى حيث توجد الخزانة، وأنهم خططوا لمباغتة أمين الصندوق. لم يتم العثور في المكان على أي بصمة أو أثر. التجأ الباحثون إلى استجواب كل مستخدمي الوكالة وإلى الحراس الذين يعملون لحساب شركة خاصة للحراسة والمراقبة. لم يتم استخلاص ما يفيد من تلك الاستجوابات. إذ ذاك ركز العميد المولودي على ما سجلته كاميرات المراقبة. لم يكن الشريط المسجل يحمل ما يلفت الانتباه، ولكن أحد المفتشين لفت انتباهه إلى اللقطة الأخيرة في الشريط. كانت تظهر رجلا يرتدي ملابس شركة الحراسة والمراقبة ويعتمر خوذة خاصة بمستعملي الدراجات النارية. لاحقا يظهر الرجل الذي صور من الخلف يغادر المرآب على متن دراجته النارية. علم العميد المولودي أن عددا من أعوان شركة الحراسة تعودوا على ركن دراجاتهم النارية في مرآب الوكالة البنكية. كانت تلك اللقطات تمثل بالنسبة للباحثين خيطا أول قد يتم الاعتماد عليه للوصول إلى الفاعل أو الفاعلين. كان لديهم اقتناع شبه تام بأن من قام بعملية السطو لابد أن يكون له شريك من داخل الوكالة. ظل المحققون يركزون على ما التقطته كاميرات المراقبة بغرض التعرف على الشخص الذي غادر الوكالة بعيد عملية السطو. في 28 يناير، أي 11 يوما بعد العملية، صار لدى المحققين شخص وضعوه في خانة المشبوه فيهم. في ذلك اليوم في 6 مساء التقطت الكاميرا صورة رجل يغادر الوكالة على متن دراجة نارية. لم يكن وجهه يظهر، ولكن المحققين لاحظوا الشبه الكبير بين تلك الصورة وصورة الشخص الذي غادر الوكالة على متن دراجة نارية بعيد تعرض تلك الوكالة البنكية للسطو. كان أحد الضباط مستعجلا للقبض على الرجل، ولكن العميد الإقليمي الذي راكم خبرة وتجارب 30 عاما أثناه وأبلغه أن القبض عليه قد لا يجدي نفعا، فقد يكون أخفى ما حصل عليه من عملية السطو في مكان لن تبلغه الشرطة. وحتى لا يثار الانتباه، فقد تقرر الاستماع من جديد إلى كل الحراس الذين تعاقبوا على الوكالة وتفتيش منازلهم. لم يسفر التفتيش عن شيء يذكر، وصارت التحريات تتركز على شخصين من تلك المجموعة. الأول اسمه عمر الخلدوني، وقد علم المحققون أنه أمضى زهاء 10 أعوام في صفوف القوات المسلحة الملكية قبل أن يتم طرده بعد أن ضبط متلبسا بسرقة مواد غذائية. والثاني اسمه سليم خلوقي، وقد سبق له أن عمل في 10 شركات للحراسة، وقد طرده مشغله الأخير بسبب الإهمال الذي أدى إلى اختفاء 10 أشياء من المحلات التجارية التي كان يتولى حراستها. لم يكن في سجلات باقي الحراس ما يثير الاهتمام. كان عمر الخلدوني الأكثر شبها بالرجل الذي صورته الكاميرا وهو يغادر مرآب الوكالة البنكية بعيد عملية السطو، وقد وضع رهن مراقبة مسترسلة. ولاحظ من أوكل إليهم أمر اتباعه أنه كثير التردد على حديقة الجامعة العربية. كان يجلس في مكان لا يغيره، كان ينبش التراب تحت شجرة هناك ثم يغادر المكان وهو لا يحمل شيئا. بعد 3 أيام من وضعه تحت المراقبة بدا للمحققين أن الرجل يخطط لشيء ما، وقد قوى الشكوك حوله أنه قدم استقالته من عمله في شركة الحراسة وبررها بكونه سائما من ملاحقات رجال الشرطة ومن استدعائه المرة تلو الأخرى إلى المفوضية. أبلغ مشغله العميد المولودي بتلك الاستقالة.
في الخامس من فبراير من العام 11 و2000 كان الجو ماطرا، ومع ذلك توجه عمر الخلدوني إلى حديقة الجامعة العربية. كانت الساعة تشير إلى 5:30 صباحا. كانت الحديقة خالية إلا من بعض المتشردين، وكان معه مصباح يدوي. ذهب إلى المكان نفسه الذي كان يقصده في الأيام الماضية، انحنى تحت الشجرة وبدأ بالحفر. بعد لحظات أخرج من هناك كيسا بلاستيكيا، ثم عاد إلى منزله. كانت المعلومات تنقل تباعا وفي حينها إلى رئيس فرقة محاربة العصابات. دقائق بعد أن دخل البيت كان العميد المولودي قد حضر ومعه عدد من المفتشين على استعداد لاقتحام المنزل. انتظر حتى 8 صباحا ثم طرق الباب. لما فتح عمر الخلدوني وجد أمامه العميد المولودي ورجاله. تم تصفيد الرجل، وبحضوره بوشرت عملية تفتيش دقيق للمسكن. بعد 10 دقائق فقط من تحت سريره أخرج أحد المفتشين الكيس البلاستيكي. كانت به رزم من الأوراق النقدية بالعملة الوطنية والدولار واليورو والريال السعودي، تماما كما أبلغ عنها مدير الوكالة البنكية الكائنة في ساحة باندونغ. اعترف عمر الخلدوني بأنه من سطى على الوكالة وبأنه من اعتدى بالضرب على أمين الصندوق. حكى التفاصيل، كل التفاصيل. كان المحققون يتساءلون عن شريكه المحتمل. لم يطل انتظار الجواب، فقد اعترف بأنه حصل على مفتاح الباب المفضي من قاعة الخزانة إلى المرآب من سكرتيرة المدير. كانت امرأة تواجه ظروفا مالية صعبة. عرض عليها أن يدفع لها شيكات لتسديد ديون ترتبت عليها. لم تسأله عن سبب حاجته إلى المفتاح، استنسخه وأعاده إليها، وقد أكدت المرأة كل ذلك حين استمع إليها. اعترف عمر بأنه بات في قاعة تلقى فيها نفايات الورق الذي تستعمله الوكالة البنكية. كان يعلم أن الصبح قريب وأن أمين الخزانة لن يلبث أن ينزل. كان يعلم أن الكاميرات لم تصور وجهه، ولذلك حسب أن خطته كانت محكمة. كان ملفا سميكا، ذاك الذي أعده العميد الإقليمي. تم تقديم عمر الخلدوني إلى الوكيل العام للملك من أجل السرقة التي توفرت فيها ظروف التشديد باستعمال مفتاح مزور واستعمال العنف في حق موظف الوكالة البنكية واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار. تم تقديم كاتبة المدير من أجل المشاركة في السرقة، وتم ترك تقدير مدى مسؤوليتها للمحكمة إذ لم يتوفر ما يفيد بتوفر النية الإجرامية لديها. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. خلال العام 2007 سجلت سلسلة من الاعتداءات تعرض لها مسافرون على القطارات المتوجهة من الرباط إلى وجدة، وتلك التي تنطلق من الدار البيضاء إلى مراكش. تشابهت سيناريوهات تلك الاعتداءات التي ارتكبت بين شهري مارس وشتنبر. كان الضحايا يتعرضون لعملية تخدير ثم يسلبون ما بحوزتهم من مال أو أشياء ثمينة. في المجموع تم تسجيل 20 شكاية، وصار الأمر مصدر قلق كبير إن بالنسبة للمسافرين على متن تلك القطارات أو بالنسبة لمصالح الأمن. كان آخر ما تم تسجيله شكاية من رجل كاد يفقد حياته بفعل المخدر الذي استعمله اللص. وفدت على المديرية العامة للأمن الوطني تقارير في هذا الشأن من وجدة وتازة ومن فاس والخميسات ومن سطات ومراكش. كان القسم المشترك لتلك التقارير أن الفاعل المفترض شاب في 30 من العمر، أسمر البشرة، طويل القامة، أنيق الملبس، ويتقن الحديث باللغتين العربية والفرنسية. كل الضحايا قالوا إن أناقة مظهره ولباقة حديثه لا يتركان منفذا للشك في أنه مجرم. عنصر آخر، كل الضحايا كانوا من ركاب الدرجة الأولى، وكلهم صادفوه بينما كانوا وحيدين في إحدى المقصورات. مؤلم ما تعرض له الضحايا، لا أحد يستطيع تجاهل الآثار النفسية فضلا عن البدنية التي أصابتهم.
وبالنسبة للخبير في قضايا الإجرام فإن الذي حدث على متن رحلات القطار تلك الطويلة أو المتوسطة يعتبر أحد تمظهرات تطور الفعل الإجرامي الذي يقتضي تطوير وسائل التصدي له ومحاربته. في كل الاعتداءات يفاجأ الضحايا بدخول الشاب الأنيق المقصورة متلطفا يستأذن ولا تفارق محياه الابتسامة، ثم يجلس في الكرسي المقابل لضحيته، يتريث بضع دقائق، ثم يخرج من حقيبته الأنيقة ملفا ما يلبث أن ينكب عليه. من حين لآخر كانت تعلو وجهه تعابير تنم عن استياء ما، ثم يتلفظ بعبارات فرنسية في الغالب تنم عن غضب، وفجأة يرفع نظره إلى الجالس في الكرسي المقابل يعتذر، ثم ينخرط في تبرير انفعاله غير المقصود بكون موظف شركته كثيرا ما لا ينفذون تعليماته بأمانة. يتنفس نفسا عميقا، يأخذ الملف ثم يعيده إلى الحقيبة، وفجأة يخرج قنينة بها عصير وكوبا بلاستيكيا يملأه ثم يشربه دفعة واحدة، يبدي انتعاشه، ثم يتظاهر بأنه أساء التصرف إذ لم يتقاسم شرابه مع شريكه في المقصورة، يبادر إلى إخراج كوب جديد من حقيبته يملأه بالمشروب ويقدمه إلى الذي في الكرسي المقابل. الذي يحدث وفق ما استخلص من الروايات المختلفة أن الضحية يفقد الوعي وينام نوما عميقا، ولما يستيقظ بعد ساعتين على الأقل يكتشف أن شريكه في المقصورة قد اختفى بعد أن سلبه ما كان معه من مال وأشياء ثمينة. تولى العميد محمد المغروس دراسة الملفات الخاصة بكل الاعتداءات، يساعده في ذلك فريق المتخصص، وقد خلص إلى أن الفاعل في كل تلك الاعتداءات شخص واحد، إذ تطابقت الأوصاف التي قدمها الضحايا بشأنه، وأن الاعتداءات وقعت على متن عربات الدرجة الأولى، وأن الضحايا كانوا وحيدين في إحدى المقصورات، وأن الاعتداءات وقعت على متن القطارات السريعة التي لا تتوقف في المدن الصغيرة، وأن أي اعتداء من قبيل ما ورد لم يسجل على رحلات المسافات القصيرة بين الرباط والدار البيضاء مثلا. ثم ضمن الخلاصات أيضا أن أغلب الاعتداءات وقعت على متن القطارات التي تنطلق من الرباط إلى وجدة، ربع الاعتداءات فقط وقع على متن القطارات المتجهة من الدار البيضاء إلى مراكش. تلك هي الاستنتاجات الأولية التي خرج بها العميد محمد المغروس وفريقه. إلى كل ذلك تضاف خلاصات التحاليل المخبرية التي خضع لها الضحايا، والتي أكدت أنهم تناولوا مشروبا ممزوجا بمادة تسبب النوم العميق لأكثر من ساعتين، وأنها قد تؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. تأسيسا على تلك الخلاصات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمجرم، شارك في إعدادها رؤساء المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية في المدن التي تمر منها القطارات التي وقعت على متنها تلك الاعتداءات. كانت الخطة تعتمد على لعب بعض عناصر الشرطة من مفتشين ومفتشات أدوار الضحايا المحتملين، وبتنسيق مع إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية تم تخصيص مقصورتين في كل خط من الخطين الرابطين بين الدار البيضاء ومراكش وبين الرباط ووجدة لتنفيذ الخطة. كانت التعليمات التي تلقاها المفتشون والمفتشات واضحة، أن يتفادوا شرب ما قد يقدم إليهم وأن يرفضوا بلباقة حتى لا يثيروا الانتباه. الأوصاف التي قدمها الضحايا مكنت من رسم صورة روبوتية للمشبوه فيه، وقد أعطيت كل واحد من المشاركين في تنفيذ الخطة نسخة منها، كان المطلوب الإطباق عليه متلبسا ومعه ما يثبت تورطه. على مدى أسبوع سافر مفتشون ومفتشات على متن القطارات المتجهة إلى مراكش وتلك التي كانت وجهتها وجدة، ولم يتم تسجيل أي نتيجة تذكر، وحسب بعض المشرفين على تنفيذ الخطة أن المجرم غير مجالات تحركه، ولكن التعليمات الصارمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني لم تكن تترك مجالا لأي نقاش، يجب الوصول إلى الهدف.
بعد أسبوعين من بداية تنفيذ الخطة، كانت المفتشة خديجة شلال على متن القطار المتوجه من فاس إلى وجدة. كانت وحيدة في مقصورة بعربة الدرجة الأولى. بعد دقائق من مغادرة القطار محطة فاس، وقف بباب المقصورة شاب أنيق الملبس طويل القامة. كانت تنطبق عليه كل الأوصاف التي أدلى بها الضحايا. استأذن بالجلوس، لم تبدي أي اعتراض، ولما جلس في الكرسي المقابل لها انتابها بعض الخوف، ثم ما لبثت أن تماسكت إذ تذكرت أنها ليست وحيدة، ففي المقصورة المجاورة رجال على أهبة التدخل، ثم إن لديها من المؤهلات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. وما أن اطمأن الرجل في جلوسه حتى أخرج من حقيبته ملفا سميكا. كانت المفتشة خديجة تراقب تحركه دون أن تثير انتباهه، فقد بدأ في تنفيذ سيناريو عمليته. كانت تتوقع الذي سيأتي. بدأ يهمهم وهو يقلب صفحات في ذلك الملف، ثم نظر إليها واعتذر بأن موظفي شركته لا يقومون بالمطلوب منهم على الوجه الأكمل. أعاد الملف إلى الحقيبة الأنيقة، ثم أخرج كوبا بلاستيكيا وملأه بمشروب من قنينة أخرجها من الحقيبة. شرب ما بالكوب دفعة واحدة. تعمدت المفتشة خديجة النظر إليه وهو يشرب. كان الغرض أن يفهم أنها تود لو تقاسم معها المشروب. بالنسبة إليه كانت تلك علامة على أن الضحية صارت جاهزة. أخرج كوبا بلاستيكيا أصفر هذه المرة، ثم أخرج القنينة من المحفظة وملأه وقدمه إلى شريكته في المقصورة. تناولته منه شاكرة ووضعته على الطاولة التي سحبتها من جانب المقعد. كان ينظر إليها مبتسما. فتحت حقيبتها اليدوية وتظاهرت بأنها تبحث عن شيء ما. نبهها إلى أن القطار يسير بسرعة وأن الكوب قد ينقلب. ردت بأنها تبحث عن دواء عليها أن تتناوله في أوقات محددة وأن الوقت لم يحن بعد. فتح حقيبته من جديد وأخرج ملفا آخر، تصفحه، ثم بدا وكأنه يكتب شيئا ما. كان من حين إلى آخر يسترق النظر إليها. بعد ربع ساعة نفذ صبره، نهض وأخذ الكأس وناولها إياه. صدته وقالت له إن إلحاحه عليها مبالغ فيه ويدفع إلى الشك. ضحكت وطلبت منه أن يشرب منه أولا حتى يبدد شكوكها. لم يكن يتوقع ردة الفعل تلك. سكت وأعاد ما في الكأس إلى القنينة. بعد لحظات تصنعت الاعتذار له. قالت له إن المسافة طويلة حتى وجدة، وإنها سوف تطلب منه العصير لاحقا. كانت المفتشة خديجة شلال قد بعثت بإشارة إلى زملائها على متن القطار بأن الهدف معها في المقصورة. لما تظاهرت بالبحث عن شيء ما في حقيبتها اليدوية ضغطت على زر اللاسلكي مرة واحدة. كانت الخطة تقتضي أن تضغط مرتين إن هم الهدف بالانصراف. بعد الرد الذي قابلته به خديجة بدا وقد صوره شك في نجاح ما كان يهم به. جمع ملفه وأقفل حقيبته وأراد الخروج. كانت المفتشة قد بعثت بالإشارة الثانية. وما أن وقف وفتح باب المقصورة حتى وجد اثنين من المفتشين في انتظاره. أعيد إلى داخل المقصورة، صفد وفتش. كانت في حقيبته قنينة المشروب. أخذت المفتشة الملف الذي كان يقلبه في يده، وجدته يحتوي على قصاصات من الجرائد. كان قد كتب مرات عديدة عبارة ستسقطين في الفخ أيتها الجميلة. ضحكت المفتشة خديجة وقالت له ألا ترى أنك سقطت في فخك؟ تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو المختار عجوب المنحدر من مراكش. أنزل في محطة جرسيف ثم نقل إلى الدار البيضاء. تعرف عليه عدد من ضحاياه، وأكدت التحليلات المخبرية أن ما كان يمزج به المشروب الذي يناوله ضحاياه مادة مخدرة شديدة المفعول. كان ما ضبط بحوزته من أدلة كافيا لحمله على الاعتراف بتفصيل بكل ما اقترفه من جرائم.
أحيل على النيابة العامة بتهمة السرقة وإعطاء مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. كان الحاج بن ناصر القباس من كبار أغنياء مدينة مكناس، كان مالكا لعدة عمارات ومحلات لبيع الآلات الفلاحية. لم يرزق من زوجته للأغنية البوحيدية سوى بولد وحيد سماه عبد الكامل، ولم تفلح المساعي التي قامت بها المرأة لدى المتخصصين من الأطباء، ولم ترزق مولودا آخر، ولم يخرج عن القاعدة، كان الولد الوحيد وبالتالي كان مدللا. ولما غابت الصرامة في حدودها المعقولة عن تربيته، فقد فشل في الدراسة ولم يوفق في الحصول على شهادة الدروس الثانوية. كان مراهقا في 17 لما انقطع عن الدراسة. وكانت أمه كثيرا ما تردد أن ولدها وحيدها ليس بحاجة إلى دبلومات، إذ لن يلبث أن ينخرط في الأعمال التي يديرها والده وبنجاح. كذلك كان رأي للأغنية البوحيدية، وكان لا يتوافق البتة مع رأي الحاج بن ناصر والد عبد الكامل، الذي رأى في إخفاق ابنه في الدراسة خيبة أمل ونذير شؤم على ما هو آت. كان يضع قراءته للمسار الذي يمضي فيه ولده الوحيد في سياق قراءته للمستقبل. كان الحاج بن ناصر يحلم أن يكون له ولد يتفوق في الدراسة بما يؤهله لتحمل المسؤولية وليكون خير خلف. كانت خيبة أمله كبيرة، واختار أن يمنح حياته ما يراه منطلقا جديدا، مصغيا إلى نصيحة صديق عزيز. تزوج من ثانية، كانت بنت أسرة فقيرة من حي برج مولاي عمر، أعد لها مسكنا فخما في حي لاسيندا، وهي فيلا تتوفر على كل المرافق ووسائل الراحة. كان الحاج ناصر قد تخطى عتبة 50 لما تزوج تلك الشابة التي تصغره بما لا يقل عن عقدين. أدار ظهره لزوجته الأولى للأغنية البوحيدية فيما يشبه معاقبتها على تأييدها لولده مع عبد الكامل، الذي كان كثيرا ما يتجرأ على تحدي والده، وكان الحاج بن ناصر يرى أن الولد يحظى بتواطؤ من أمه. في العام الأول من زواجه الثاني رزق الحاج بن ناصر ببنتين توأمين، وتناهى الخبر إلى علم للأغنية. وبالرغم من أنه ظل ينفق على زوجته الأولى وابنهما دون أن ينقص شيئا، فإن الولد عبد الكامل صار يكثر من زيارة مكتب والده، يحرجه ويطلب في كل مرة المزيد من المال. كان الحاج بن ناصر يعطيه ما يريد تفاديا لمزيد من الإحراج، واجتنابا لكل صدام سيكون هو المتضرر الأول منه. طبيعي أن يأتي الحاج بن ناصر على ذكر ما يكابده من جراء سلوك ولده أثناء حديثه إلى واحد من أخلص أصدقائه. كان الصديق قاضيا ذا تجربة وعلم وخبرة في الحياة، وقد أشار على الحاج بن ناصر أن يجعله على واحد من مشاريعه، فإن هو نجح وأفلح فسيكون الوالد قد قام بالواجب، وإذا ما فشل وأخفق فسيكون على الشاب أن يتحمل تبعات ذلك، ولن يجرؤ أحد على مؤاخذته إن هو تخلى عنه. بعد أيام استدعى الحاج بن ناصر ولده عبد الكامل إلى مكتبه، وعرض عليه أن يتولى شؤون ضيعة يملكها في قرية الحاج قدور. كانت المهمة تتطلب حضورا يوميا ومتابعة ميدانية لكل ما يقوم به العمال. وضع الحاج بن ناصر رهن إشارة ولده كل المبالغ التي سيحتاج إليها لشراء الأسمدة والمبيدات الحشرية، وكان للأب شرط واحد، أن تحقق الضيعة دخلا لا يقل عن معدلها الاعتيادي. ووعد ولده بأنه يمنحه مكافأة سخية إن هو نجح في تحقيق دخل يزيد عن المألوف. تم الاتفاق، وكان مناسبة لما عده الحاج بن ناصر مصالحة مع زوجته الأولى للأغنية البوحيدية. صار يمضي ليلة عندها وأخرى عند ضرتها. كان رهان للأغنية كل رهانها على ولدها عبد الكامل، وكانت ضرتها تسعى إلى مباهاتها بالولد. عدا البنتين التوأمين رزقت ببنت ثالثة، كانت أم البنات اللواتي شغف بهن والدهن،
كن جادات في التحصيل بما جعله يحس بأنهن تعوضنه عن بعض من خيبة الأمل التي عانى منها من جراء انحراف عبد الكامل. انتهى الموسم الفلاحي بإخفاق جديد لعبد الكامل، ومع ذلك فإن الحاج بن ناصر قرر أن يمنحه فرصة ثانية انتهت بفشل جديد. وكما راكم الفشل في الدراسة، راكم عبد الكامل الفشل في المشاريع التي أوكلها إليه والده، ولم يعد من خيار أمام الحاج بن ناصر سوى أن يبعد ولده وقد صار مدمنا على المخدرات عن كل مشاريعه، وأبقى له مع ذلك على أجر شهري محترم. كانت بنات الحاج بن ناصر من زوجته الثانية على قدر من الجمال، وبينما واصلت الكبرى دراستها الجامعية توقفت الثانية بعد أن حصلت على الإجازة في الاقتصاد، وكثر الخطاب الذين يطرقون باب الحاج بن ناصر يطلبون يد إحدى بناته، وقد رأى في أحدهم ويدعى عبد الله التاقي المواصفات التي يرجوها في صهره، فزوجه تلك التي قررت التوقف عن الدراسة. كان الشاب إطارا في إحدى الشركات حيث تم توظيفه بعد أن حصل على دبلوم في إدارة المقاولات. فكر بن ناصر في إلحاقه بإحدى شركاته لما لمس جده وكفاءته، وقد فاجأه ذات يوم بأن عرض عليه الأمر. وافق الشاب ودون ما انتظار تولى أمر شركة استيراد وبيع الآليات والمعدات الفلاحية. بعد عام كان دخل تلك الشركة قد تضاعف، وبالرغم من نجاح بناته وبالرغم من أنه رزق صهرا ذا كفاءة وأخلاق، فإن الحاج بن ناصر ظل يعاني من تبعات خيبة الأمل التي مني بها من جراء انحراف ولده الوحيد. توالت عليه الانتكاسات الصحية، في المرة الأخيرة أصيب بجلطة في الدماغ، نقل إلى المستشفى وظل في غيبوبة. وبينما لزمت زوجته الثانية وبناته المستشفى لمتابعة حالته، كان عبد الكامل يتلصص الأخبار عن طريق ممرضة منحها بعض المال، وقد علم منها أن الرجل حتى وإن خرج من غيبوبته فسوف لن يسلم من عاهة دائمة. ثم بعد أيام علم منها أن والده قد توفي سريريا. لحظتها قرر أن يسطو على مكتبه وأن يستولي على ما في الخزانة. تظاهر بأنه جاء إلى المستشفى يتفقد أحوال الوالد، تظاهر بالحزن، ثم في لحظة ما تسلل خارجا. كان قد خطط مع اثنين من رفاقه للسطو على خزانة مكتب والده. كان المشكل الأكبر يتمثل في فتح تلك الخزانة التي لا يملك أرقامها السرية. كان في مكناس رجل قفال اسمه عبد الرزاق، اشتهر بمهارته وقدرته على فتح الخزانات الأكثر تعقيدا، وكانت الشرطة تلجأ من حين إلى آخر إلى خدماته. فكر عبد الكامل ورفاقه في الاستعانة بالقفال عبد الرزاق، وخططوا لخطفه، وقد تسنى لهم ذلك. أجبره اثنان مقنعان على الركوب في سيارة، وضع على عينيه عصابة، ثم اقتادوه إلى وجهة لم يكن له أن يدركها. لما وصلوا المكتب أزاحوا العصابة عن عينيه، قالوا له إنهم يريدون فتح الخزانة الحديدية. كانوا ثلاثة يضعون أقنعة على وجوههم، هددوه بسكاكينهم، ووعدوه بمكافأة إن هو نفذ وأطاع الأوامر. أيقن القفال أنه في ورطة حقيقية، ولم يسقط من حسابه أن تقوم العصابة بتصفيته، ولذلك فكر في أن يترك أثرا يدل على الأماكن التي مر منها. تعمد أن يترك على صفحة جانبي الخزانة بصماته واضحة، بل إنه طلب من مختطفيه أن يساعدوه في إخراجها من مكانها، وكان قد رأى أنهم لا يضعون في أيديهم قفازات، وهكذا تسنى له أن يجعلهم يتركون بصماتهم على الخزانة. لم يكن لما خطف يحمل معه المعدات الضرورية، ولذلك اضطروا إلى نقله مغمض العينين إلى دكانه. أحضر المعدات وعادوا به إلى مكتب الحاج بن ناصر، بسهولة فتح الخزانة. استولى عبد الكامل على ما كان بداخلها من ملفات ومبالغ مالية، كانت هناك بضع رزم من الأوراق النقدية. أخذ عبد الكامل إحداها، قسمها إلى ثلاثة، أعطى صاحبيه منها وكذلك القفال. بعد أن انتهت العملية انصرف الجميع، تبقى
تم تعصيب عيني عبد الرزاق القفال وأخذ على متن السيارة ثم ترك في ضاحية المدينة. في الصباح لما التحق الموظفون بإدارة الشركة فوجئوا بآثار السرقة. تم إبلاغ المدير وهو صهر الحاج بن ناصر الذي اتصل فورا بالشرطة. لم يتأخر وصول العميد محمد المستور ومعه المسؤول عن مسرح الجريمة. تم أخذ البصمات التي رصدت على صفحة الخزانة. فوجئ المحققون بوضوح بعض تلك البصمات وكأنما تركها صاحبها ليتم الاهتداء إليها. كانت مفاجأة العميد محمد المستور وفريقه أكبر لما تبين أن بين تلك البصمات بصمات للقفال عبد الرزاق، الرجل الذي تثق فيه مصالح الأمن وتستعين بخدماته. تم استدعاؤه. لم ينتظر طويلا وأدخل على العميد الذي لم يكن يخفي غضبه، ودون أن ينتظر أي سؤال منه قال القفال إنه فوجئ بسرعة الاهتداء إليها. قال إنه تعمد أن يترك بصماته واضحة، بل إنه أخبر العميد بأنه حرص على أن يترك أفراد العصابة بصماتهم أيضا على الخزانة. قبل حلول مساء ذلك 14 من أبريل من العام 2000 كان الثلاثة في يد الشرطة، وفي جملتهم عبد الكامل ابن الحاج بن ناصر. التزم الشاب الصمت، ولما حضر محام للدفاع عنه نصحه بأن يبوح بكل شيء وأن يعترف. كان المحامي يريد إلى إعمال الفصل 535 من القانون الجنائي الذي يجعل المتابعة في حالة عبد الكامل لا تتاح إلا بناء على شكاية يتقدم بها والد عبد الكامل. ما لم يكن علم على نطاق واسع أن الحاج بن ناصر القباس كان قد فارق الحياة عصر ذلك اليوم. لن تكون هناك شكاية ضد عبد الكامل فيما تمت متابعة شريكيه. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. صباح 25 يوليوز من العام 2000 حطت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء طائرة قادمة من باريس. معظم الذين جاءوا على متن تلك الرحلة من أبناء الجالية المغربية في فرنسا. كان ضمن الركاب أيضا عدد من الأجانب الذين جاءوا لقضاء العطلة في المغرب. تقدم الوافدون إلى شباك الشرطة لختم جوازات سفرهم وإتمام إجراءات الدخول إلى الأراضي المغربية. كان في جملة الذين اصطفوا أمام شباك الشرطة رجل اسمه ساميال رايس. كان يقف في هدوء وفي يده جواز سفره الفرنسي. لم يكن الرجل الذي دخل العقد الرابع من عمره يخفي سعادته وهو يستعد للدخول إلى المغرب. لم يكن معه أحد. جاء دور ساميال وتقدم إلى الشباك. قدم جواز سفره إلى الشرطية التي كانت تتولى تنقيط القادمين إلى المغرب، وفجأة بدت على وجهها علامات المفاجأة. ضغطت على زر وما هي إلا ثوان حتى وقف بجانب ساميال رايس شرطيان. طلب منه أن يرافقهما إلى إدارة الشرطة. نظر إليهما مستغربا، ولكنهما لم يترك له مجالا للسؤال. لما وصل طلب منه أن يدلي بهويته كاملة. كان الرجل على يقين تام بأن لا مشاكل له مع السلطات، ولكنه ما أن أدلى بهويته الكاملة وما أن تم إدخال البيانات إلى الحاسوب حتى حدث ما لم يكن يتوقعه. ساميال رايس واسمه الحقيقي إسماعيل الرايسي مطلوب لدى السلطات المغربية منذ 16 عاما من أجل الاغتصاب. الفرحة التي كانت تغمره وهو يقبل على الدخول إلى المغرب تحولت إلى كابوس. كاد يفقد عقله لما علم أن المشتكية هي سلوى الرايسي شقيقته. أوضح له المسؤولون في شرطة مطار محمد الخامس أنه تأسيسا على تلك الشكاية التي سجلت قبل 16 عاما يتعين استجوابه حول المنسوب إليه وتقديمه إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التي تتلائم مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليه. أحس بالندم يوم غادر المغرب قبل 16 عاما وكان في 20
غادر إثر خلاف مع شقيقته ومع جده الذي كان قد تولى كفالتهما بعد وفاة والده في حادثة سير وزواج والدته من آخر. عادت به الذاكرة إلى طفولته حين كان في الخامسة من العمر وكانت سلوى شقيقته في الثالثة. عادت به الذاكرة إلى يوم وقع الخبر الفاجع على الأسرة يوم مات والده في حادثة سير. بعد فترة لا يذكر أنها طالت تزوجت والدتهما ومضت لتعيش إلى جانب زوجها الجديد. تولى الجد الحاج عبد القادر الرئيسي كفالة حفيديه وحرص على تنشئتهما تنشئة قويمة وسوية. كان يعمل في تجارة قطع غيار السيارات وكانت توفر له دخلا محترما، وبما أنه كان قد ترمل منذ بضع سنين فإن حفيديه إسماعيل وسلوى صارا قطب حياته. لما بلغ الفتى سن المراهقة قربه إليه وصار يعامله معاملة الصديق لصديقه. كانت سلوى تكبر وبما أنها أنثى فلم تجد من يوجهها ويسدي لها النصح في الأمور التي تخص الفتيات سوى تلك النساء اللواتي كن تتعاقبن كخادمات على منزل الحاج عبد القادر الرئيسي. لما بلغت سلوى 16 كانت قد انقطعت عن الدراسة منذ عامين. كان انشغال جدها بتجارته وشقيقها بدراسته وراء فراغ كبير كانت تعاني منه دون أن تقوى على البوح بما تقاسيه. ارتبطت بشاب كان يعمل في المكتب الوطني للسكك الحديدية، كان سائق قطار اسمه سعيد مالو. في الواقع كانت مهنته تلك ما أبهر سلوى، كانت ترى فيه شابا قويا بالقوة التي للقطار. لما توافق على الزواج جاء الشاب يخطبها من جدها، لم تكن قد أكملت ربيعها 17. لما استشارها جدها لمس منها قبولا. كان للشاب عمل قار ولم يلحظ الحاج عبد القادر ما يحول دون تزويجه، وقد أنفق في حفل زفافها بسخاء إذ حرص على أن يوفر لها كل ما ترغب فيه فتاة بمناسبة حفل زفافها. كانت سلوى تعتقد أنها بزواجها ستضع نقطة نهاية للفراغ الذي كانت تعاني منه، كذلك كانت تظن، ولكنها اصطدمت بواقع آخر وحقائق لم تكن تتصورها. بعد حفل الزفاف انطلق العروسان في رحلة شهر العسل، قضيا بضعة أيام في الراشدية حيث تقيم عائلة العريس، وقد آلمها ذاك الجفاء الذي استقبلت به من قبل أسرة زوجها التي رفضت إيواءهما، وهو ما اضطرهما إلى استئجار غرفة في فندق من أسفل قائمة التصنيف. انتقل إلى طنجة بعد أن أمضي بضعة أيام في مراكش في ظروف بعيدة عما حلمت به سلوى. لما انتهى شهر العسل آن للعريس أن يذهب بعروسه إلى منزلهما. كان يحدثها في الأيام السابقة عن شقة اكتراها ولم تكن تسأله عن التفاصيل ولم ترافقه يوما إليها. وصل عصرا إلى الدار البيضاء يومها، اكتشفت سلوى أن الشقة التي يتحدث عنها زوجها ليست سوى شقة صغيرة فوق سطح إحدى العمارات، كانت تتألف من غرفة واحدة ومطبخ صغير، بيد أن الحمام مجال مشترك مع باقي المكترين على سطح تلك العمارة القديمة. لم يكن يسيرا على سلوى أن تتأقلم مع هذه البيئة الغريبة عنها، وقد ازدادت معاناتها بفعل مواقيت عمل زوجها سعيد التي كانت تتغير من عمل في الليل إلى غياب عن البيت يومين أو ثلاثة، يبيت تارة في وجدة وأخرى في المحمدية أو في فاس. لم يعد ينالها من زوجها سوى ليلتين أو ثلاث في الأسبوع وتبقى تنتظر ليالي أخرى. صارت تعاني وتلعن ذلك اليوم الذي التقت به. اضطرت إلى أن تعرض نفسها على طبيب متخصص في الأمراض النفسية. كان الطبيب يحاول أن يقوي لديها الأمل في الحياة، فهي شابة في مقتبل العمر ولعلها ترزق مولودة أو مولودا يملأ حياتها. لم يكن جدها يعلم ولم يكن الحاج عبد القادر الرئيسي يجرؤ على اقتحام حياتها الجديدة. ظل الأمر على ذلك الحال، ولما اشتاق إليها شقيقها إسماعيل ذهب لزيارتها، وجدها غارقة في نوم عميق بعد أن تناولت عدة أقراص من مهدئ وصفه لها طبيب للأمراض العقلية. عاد الشاب إلى جده يخبره بما آلت إليه حالة سلوى من تدهور، وبالرغم من أنه تردد في البداية إلا أنه لم يهن عليه أن يترك حفيدته فيما هي من بؤس.
مضى إليها وجاء بها إلى بيته حيث خصص لها جناحا. قبل أن تغادر تلك الغرفة فوق سطح العمارة تركت لزوجها رسالة تخبره بأن جدها خصص لهما جناحا في منزله. في الشهور التي تلت بدت الأمور وقد استقرت بين سلوى وزوجها، ولكن ظروف العمل كانت تضطر سعيد مالو إلى الغياب عن البيت. من جديد تدهورت الحالة النفسانية لسلوى. مرت 3 سنوات على زواجهما ولم ينجبا، بالرغم من أن كل الاستشارات الطبية التي قام بها أبعدت احتمال إصابتهما بالعقم. كان إسماعيل قد التحق بكلية العلوم بشعبة الرياضيات، كان وهو في 20 يتابع الدراسة في 2 وكان متفائلا من مستقبله، إلا أن حادثا أجبره على تحويل الوجهة. مساء ذات يوم خرج سعيد مالو متوجها إلى العمل، كان سيقود القطار إلى وجدة، ولما التحق بالمحطة أخبر بأن تغييرا مفاجئا طرأ على برنامج عمله. التقى بعض الزملاء ومضوا لتناول بضعة كؤوس. في حدود منتصف الليل عاد إلى المنزل. كانت سلوى قد تناولت كمية من المهدئات وغاصت في نوم عميق. في تلك الليلة ضاجعها، وفي الصباح الباكر غادر إلى العمل وقاد القطار إلى وجدة. لما أفاقت ذعرت لما لمسته من أثر المضاجعة. هي تعلم أن زوجها لم يمضي الليل في البيت، لم يكن في المنزل سوى شقيقها إسماعيل. جاءت إلى غرفته تسأله أين أمضى الليل، رد بأنه كان نائما في فراشه. كان الشاب يعي الحالة النفسية المتدهورة لشقيقته، ولم يكن يتخيل أنها ستتهمه بأنه اغتصبها. ذهل الشاب لما يسمع. كانت تقول إنه وطئها بينما كانت فاقدة الوعي، كانت تصرخ. نهض الجد وخرج من غرفته، لم يكن يصدق ما يسمع. عاد وأقفل بابه. كانت سلوى مصرة على أن شقيقها اغتصبها. طرق باب الجد ولكنه رفض أن يكلمه، قال له ارحل. غادر إسماعيل البيت وقد وعى أن فصلا جديدا من حياته قد بدأ. كان يعي بأنه يخطو خطواته الأولى في المجهول. التقى زملاء له كانوا يعدون ملفا لطلب منحة لمتابعة الدراسة في فرنسا، رأى أن ذلك ربما أتاح له مخرجا مما هو فيه. استوفى الشروط وسافر معهم. في فرنسا تخصص في الطيران العسكري. انقطعت أخباره وانقطعت أخبار الجد والأخت. سعى إلى قطيعة مع الماضي. حصل على الجنسية الفرنسية وغير اسمه من إسماعيل الرئيسي إلى ساميال رايس. شارك في عدة بعثات عسكرية فرنسية عبر العالم، ثم في يوم من أيام العام 2000 أدركه الماضي واجتاحه الحنين إلى الدار البيضاء واحتضان جده وشقيقته. لما عاد قبض عليه في المطار. كان إسماعيل يدلي بتفاصيل قصته لضابط الشرطة الذي كلف بالاستماع إليه. لم يكن يعلم أن سلوى حملت ووضعت ولدا هو الآن في ربيعه 16. كانت شقيقته تزعم أن الولد ثمرة للاغتصاب الذي تعرضت له، ولم يكن يعلم أن زوجها سعيد مالو قد طلقها. تم تقديم إسماعيل أمام نائب الوكيل العام للملك وأودع سجن عكاشة. بعد أيام اقتيد إلى مكتب الوكيل العام. هناك كان حاضرا رجل مسن وامرأة في متوسط العمر ومراهق. لم يتعرف إليهم. لاحقا سيعلم أن الشيخ إنما هو جده، وتلك المرأة هي شقيقته سلوى التي تلاحقه قضائيا بتهمة اغتصابها. كان إسماعيل مصرا على براءته. سعى محاميه إلى استدعاء طليق سلوى وطالب بإجراء فحص جيني. أخذت عينة من دم إسماعيل ومن دم سعيد مالو ومن دم اليافع. لما مثل الأطراف أمام الوكيل العام للملك كانت نتيجة التحليلات المخبرية قد ظهرت. طلب من سلوى وجدها وابنها الانتظار خارجا، ثم واجههما بالنتيجة. قال إن الولد لواحد منكما، فإما أن يعترف وإلا حددته وفق ما لدي من نتائج التحليل المخبري. احمر وجه سعيد مالو، ابتلع ريقه، ثم اعترف بأن الولد له. حكى عن الذي حدث في تلك الليلة التي عاد فيها إلى المنزل لما ضاجع زوجته وهي في نوم عميق. كان قد سئم من حالتها النفسية، ولما رآها تتهم شقيقها باغتصابها ركب الموجة، طلقها، تخلص منها.
أدخلت سلوى وجدها وأبلغ بنتيجة التحليلات المخبرية، وللمرة الأولى منذ أكثر من 16 عاما عانق الحاج عبد القادر الريسي حفيده إسماعيل. كانت سلوى تبكي غزيرة، كانت دموعها لما ارتمت في حضن شقيقها. لم يجد أي منهم كلمات تفي بالحاجة وتعبر عن الاعتذار. كان سعيد مالو يتابع ما يجري وهو متأطأ الرأس. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. فلتطمئن الحوامل والوالدات، ولا خوف على الصبيان، لن نخوض فيما قيل وما لم يقل بعد في أم الصبيان، تلك التي قيل إنها تسقط الأجنة من الأرحام وتخطف الصبيان وتضرب قدراتهم البدنية والعقلية. لن نخوض في تلك الأمور حيث تتلاقى الخرافة بالمعتقد الديني على مسرح أعرق الثقافات الإنسانية. ملفنا اليوم يعود بنا إلى العام 61 من القرن الماضي. كان المغرب قد استقل منذ بضع سنوات. في ذلك العام توصلت شرطة العاصمة بعدة شكايات تتعلق باختفاء أو خطف أو لنقل سرقة رضع حديثي الولادة. طرحت على مصالح الشرطة القضائية 7 ملفات، ولم تمكن الأبحاث من الوصول إلى تفسير للغز، لغز اختفاء أولئك الرضع. في ذلك العام 61 900 ألف، كان عميد الشرطة الممتاز حميد البغدادي قد عاد قبل أسابيع من دورة تكوين في فرنسا، وقد أسند إليه وكيل الملك مهمة البحث والتحقيق في تلك الملفات بعد أن أعفى منها ضابط الشرطة المكلف بالأحداث في تلك السنوات البعيدة. كانت قضايا سرقة الأطفال تدخل في صلب اختصاصاته. انكب العميد الممتاز حميد البغدادي على دراسة تلك الملفات، كان يريد أن يطلع على تفاصيلها قبل أن يسند التحريات الميدانية إلى فرقته. ركز العميد في دراسته على القواسم المشتركة وما يمثل الاختلاف بين تلك الملفات 7 التي بدت وكأنها أعجزت المصالح الأمنية. كانت الأسر المكلومة بفقدان مواليدها ساعات بعد الولادة تتهم الأجهزة الأمنية بالعجز. استنتج العميد أن كل العمليات، عمليات خطف المواليد، تمت في مصحات للخواص هي دور للولادة. في تلك المرحلة من تاريخ المغرب كان يرخص للقابلات بمجرد تقديمهن شهادات تكوين بفتح مصحات خاصة للتوليد. في الغالب الأعم كانت تلك المصحات تقام في فيلات ومنازل لم تشيد لتكون منشآت طبية. ما استنتجه العميد أيضا أن أيا من دور الولادة تلك لم تشهد تكرارا لعملية الخطف أو السرقة، وبدا أن من يقف أو يقفون وراء سرقة المواليد حديثي الولادة يختارون أهدافهم بدقة. في الغالب الأعم تكون مستهدفة الحوامل اللواتي تأتين منفردات أو اللواتي يتضح ألا سند قوي لهن. إثر تلك الدراسة المتفحصة للملفات المطروحة أوكل العميد البغدادي إلى أعضاء فرقته مهمة أولى تمثلت في زيارة المصحات التي شهدت اختفاء أو سرقة المواليد حديثي الولادة، وحصر لوائح تتضمن أسماء العاملين في تلك المصحات من قابلات وممرضات وغيرهن. وقد كشفت تلك اللوائح أن ممرضات كثيرات لا تعملن بشكل دائم في تلك المصحات، بل كن من ممرضات الصحة العمومية وتعملن بشكل دوري أثناء العطل الأسبوعية وفي أوقات الراحة في تلك المصحات ودور الولادة الخاصة. كان يتحتم تنقيط كل تلك الأسماء التي جاء بها الباحثون، لم يكن ضمنها أي من الأسماء المعروفة لدى الدوائر الأمنية. استرعى اهتمام الباحثين اسم ممرضة واحدة اسمها فاطمة الهواج، وكانت حاضرة في كل المصحات وفي كل يوم اختفى فيه مولود حديث الولادة. كان حضورها ذاك يكفي ليضعها موضع شبهة. قرر العميد وضعها تحت المراقبة. استمر الحال كذلك شهرا أو ما يزيد دون أن يتمكن الباحثون من رصد ما يمكن الاعتماد عليه لإلقاء القبض عليها. كانت التحريات التي أجريت حول المرأة
قد أفادت بأنها تشتغل بشكل دوري مع دور الولادة، وقد رأى الباحثون أن ذلك ما جعلها تتواجد في مؤسسات مختلفة. ومع أن الشكوك حولها قوية، فقد لا يستبعد أن تكون صدفة، والصدفة فقط هي التي جعلتها توجد في المصحات التي عرفت اختفاء مواليد حديثي الولادة وفي اللحظات التي اختفى فيها أولئك الأطفال. بعد أكثر من شهر شهدت فاطمة الهواج مساء 24 من غشت من العام 61 وهي تدخل إحدى دور الولادة. كانت في جملة دور الولادة التي لم تنلها سرقة للمواليد، وكانت تديرها مواطنة فرنسية تقدم بها العمر، كانت قابلة معروفة في الرباط، وبسبب سنها المتقدم صارت تقصر عملها على فحص الحوامل ثم توكل مهمة التوليد إلى قابلات وممرضات كن يعملن لديها لقاء نسبة معلومة من كلفة كل عملية توليد. في جملة أولئك كانت الممرضة فاطمة الهواج. كانت الساعة قد تجاوزت 8 مساء ما أن أبلغ العميد البغدادي بدخولها المصحة حتى أصدر تعليماته إلى كل أفراد فرقته لتكثيف المراقبة على دار الولادة تلك ودون إثارة الانتباه. بعد ساعة وصلت إلى باب دار الولادة سيارة أجرة، نزلت منها امرأة حامل كانت وحيدة. فتح باب دار الولادة ودخلت المرأة. كان العميد البغدادي قد انتقل إلى جوار المكان وكان على متن سيارة مموهة يتابع عن كثب. ظلت غرف عدة في البناية مضاءة، وفي حدود 2 صباحا شاهد المراقبون سيارة فاخرة تصل إلى جوار دار الولادة. ثم خرجت فاطمة الهواج وهي تحمل تحت معطفها ما بدا رضيعا، سلمته لامرأة كانت على متن السيارة ثم عادت إلى الداخل. تحركت السيارة الفارهة، أعطى العميد تعليمات إلى رجاله بالإبقاء على مراقبتهم لدار الولادة ثم تتبع السيارة. توجهت إلى حي أجدان. في زنقة فرنسا دخلت إحدى الفيلات. أوكل العميد إلى بعض مساعديه مراقبة تلك الفيلا، وقد أبلغوه أنه ما أن انبلج الصبح حتى سمعت الزغاريد تأتي من الداخل. كان الناس يحتفلون فيما يبدو بحدث سعيد. وكان العميد البغدادي قد اتصل برئيسه وسأله ما إذا كان بإمكانه أن يقتحم الفيلا، ولكن الرئيس لم يوافق وأمره بالتريث والإبقاء على المراقبة. علم الباحثون أن تلك الفيلا هي سكن لأحد الأعيان يدعى مراد المرابط، وكان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية على معرفة بالرجل، وارتأى أن يتصل به هاتفيا، زعم أنه اتصل به ليهنئه بالمولود الجديد. لم يخف السيد المرابط استغرابه لتلك المكالمة الهاتفية من مسؤول أمني، ومع ذلك فإن رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية علم أشياء من الرجل، إذ قال له بما بدا عفوية أن عائلته احتفلت بمولود ذكر ازدان به فراش ولده. مضى الرجل إلى أن ذلك المولود أعاد لم الشمل، فقد كانت زوجة ابنه قد هاجرت بيت الزوجية وعادت إلى أهلها. لم تكن تستسيغ أن يعيرها زوجها بأنها لا تلد سوى البنات، وقد رزق 3 بنات، ولما وضعته ذكرا أرسلت في طلب زوجها لتباهيه. تلقى العميد البغدادي الأمر بأن يحول نظره عن تلك الفيلا في زنقة فرنسا، ولكن التعليمات كانت واضحة، عليه أن يشدد المراقبة على الممرضة فاطمة الهواج. في سياق التحريات حولها علم الباحثون أن دخلها الشهري لا يتجاوز 1000 درهم، ومع ذلك فإنها كانت لا ترتدي من الثياب إلا فاخرها، كما أنها تملك سيارة أمريكية الطراز. كانت فاطمة تسكن شقة فخمة في عمارة بحي أجدال. علم المحققون أيضا أن تلك الممرضة لم تكن متزوجة، وكانت تستقبل بشكل شبه منتظم نساء كثيرات أجنبيات كن تقمن عندها أسبوعا أو أسبوعين ثم تختفين، ذلك ما قاله بواب العمارة. كل تلك المعلومات كانت تصب باتجاه المزيد من الشك في فاطمة الهواج، ومع ذلك فإن العميد حميد البغدادي ظل يفضل التريث.
في السابع من شتنبر شهدت المرأة وهي تدخل مصحة للولادة في حي حسان. هذه المرة كانت الساعة تشير إلى السادسة مساء. في التاسعة أغلقت أبواب المصحة بعد أن غادر آخر الزوار. كانت فاطمة ستمضي ليلة في المداومة فيما يبدو، ولذلك رابط حول المصحة عدد من رجال الأمن. في العاشرة جاءت امرأة حامل، كان يغالبها المخاض وكانت وحيدة. فتحت الممرضة الباب وأدخلتها. لم يحدث بعد ذلك ما يلفت الانتباه. وفي حدود الثالثة صباحا وصلت سيارة سوداء، نزلت منها امرأة وتوجهت إلى الباب الخلفي للمصحة. بعد دقائق عادت إلى السيارة وهي تحمل ما بدا مولودا، ركبت وانطلقت. تبعتها سيارة مموهة كان على متنها مفتشان. أخذت السيارة السوداء وجهة حي أجدال، وقد استغرب المفتشان أنها قصدت العمارة حيث تقطن الممرضة. لما نزلت المرأة من السيارة سمع صراخ المولود، وتأكد للمفتشين أن الأمر يتعلق بسرقة مولود حديث الولادة. أبلغ العميد البغدادي بتلك المستجدات وحضر على الفور إلى حي أجدال، أمر أعوانه بالإبقاء على المراقبة. في السابعة صباحا تلقت قاعة المواصلات بمفوضية الشرطة مكالمة تبلغ عن اختفاء مولود بعيد الوضع في مصحة بحي حسان. توجه العميد إلى المصحة استجوب النفساء التي كانت في حالة انهيار لفرط صدمتها، وتعمد أن يكتب المحضر بخط يده. لما سأل الممرضة فاطمة أجابت بأنها نامت بعد الجهد الذي بذلته في توليد تلك المرأة. سجل أقوالها وطلب منها أن توقع على المحضر، ثم دعاها لترافقه إلى المفوضية. أركبها سيارته، وقد فاجأها لما أخذ وجهة شقتها. قال لها إنه يريد تفتيشها، وكانت تحاول أن تحول بينه وذلك مدعية أن لا شيء في تلك الشقة، ولكن العميد كان مصرا. دخل الشقة. في الصالون كانت تجلس ثلاث نسوة أجنبيات، وقد حملت إحداهن الوليد في حضنها. ادعت المرأة أنه ابنها، بينما تلكأت الممرضة. كان العميد البغدادي واثقا الآن من أنه تمكن من أن يجمع كل الأدلة التي تثبت تورط الممرضة فاطمة الهواج في سرقة المواليد من دور الولادة. لم يكن هناك متسع آخر للمراوغة. اعترفت بأنها باعت المولود لتلك الأجنبية لقاء قدر من المال. قالت إن الصفقة كانت تقتضي توفير وثائق رسمية تثبت أن التي اشترت المولود هي التي وضعته، وذلك حتى تتمكن من إدراجه في سجلات الحالة المدنية. ألقي القبض على فاطمة الهواج وأحيلت على القضاء. تبين من اعترافاتها أنها باعت أكثر من سبعة مواليد، وأن أغلبهم غادروا إلى بلدان أوروبية. استغرق البحث زهاء ثلاثة أشهر. بعدها فقط تمكنت شرطة الرباط من إقفال واحد من الملفات التي هزت الرأي العام في العام 1961. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية. في شارع الشفشاوني بفاس بناية سكنية قديمة من طابقين تقطنها منذ زمن غير قصير عدة عائلات. وفي الطابق الأرضي محلات تجارية ثلاثة. أصغر تلك المحلات وهو لا يتجاوز 5 أمتار مربعة يستغله بائع الزريعة حبات دوار الشمس أو عباد الشمس. وكان المحل يعرف إقبالا كبيرا لولع الناس بشراء الزريعة والحمص والفول السوداني. وقد ألف السكان في شارع الشفشاوني أن يشاهدوا أبا عبد الخالق وهو يقلب الزريعة أو الحمص على الموقد الذي نصبه في باب المحل، وهو موقد لا تخبو ناره إلا حين يغلق أبا عبد الخالق دكانه ليلا أو أيام الجمعة. في العام 2009 اشترى المقاول علال الورغي تلك البناية السكنية،
وكان يريد هدم البناء القديم وتشييد عمارة سكنية حديثة محله تتكون من عدة طوابق، وأن يجعل الطابقة الأرضية منها مركزا تجاريا. لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب أو الاهتمام حتى، فقد درج المقاولون العاملون في مجال العقار في فاس كما في مدن أخرى على شراء المباني القديمة وهدمها وتشييد عمارات عصرية محلها. في مثل هذه الحالات كان المقاول عادة ما يجري تسويات مع المكتارين للشقق السكنية أو الذين يستغلون المحلات التجارية، ولم يخرج عن تلك القاعدة المقاول علل الورغي، وتسنى له الاتفاق مع كل سكان تلك البناية القديمة التي اشتراها في شارع الشفشاوني، كما توصل إلى اتفاق مع بائع الكتب القديمة ومع جاره البقال، ولم يبق له إلا الاتفاق مع مول الزرعة. وقد تعذر التوصل إلى اتفاق مع أبا عبد الخالق التواتي الذي كان يرى أن ما يعرضه المقاول الورغي لا يكفي لتعويضه عن الضرر الذي سيلحق به بسبب التخلي عن محله. لم تنفع المقاول علل الورغي الدعوى القضائية التي أقامها على مول الزريعة، ولم يجد تدخل السلطات المحلية. لم يبق أمام صاحبنا المقاول سوى منفذ وحيد، أن ينتظر 3 أعوام حتى يتمكن من إفراغ أبا عبد الخالق من المحل وبقوة القانون. ولكن الانتظار 3 سنوات يعني تأجيل المشروع وخسارة مالية هامة، وفي أحسن الأحوال تفويتا لفرصة ربح أفضل. كان المقاول قد تمكن من إفراغ العمارة من السكان كما أفرغ المحلين التجاريين، وقد نصحه أحدهم بأن يفتح أحد المتجرين ويتخذه محلا لبيع الزريعة بما ينافس أبا عبد الخالق، ويدفعه إلى الاستسلام والقبول بما يعرض عليه من تعويض. كان بائع الزريعة الجديد يعرض بضاعته بثمن يقل عن الثمن الذي يبيع به أبا عبد الخالق، ومع ذلك فإن زبناء صاحبنا العنيد ظلوا له أوفياء. كثيرون من سكان الحي كبروا في ظل دكان أبا عبد الخالق. فشلت محاولة المقاول الورغي، وشاع في فاس الجديد أن أبا عبد الخالق مول الزريعة قهر مقاولا مشهورا وذا ثراء. أثناء كل تلك المراحل لم يغير أبا عبد الخالق شيئا من عاداته، ظل ينشد بصوته الشجي تلك الأغنيات التي جاء بها من أعماق تافيلالت، وظل موقده مشتعلا. وطبيعي ألا يسر ذلك البتة صاحبنا المقاول. كان للسيد علال الورغي 9 أولاد، وكان أكبرهم ويدعى فؤاد ينوب عن والده في كثير من المعاملات، وكان متحمسا لفتح محل لبيع الزريعة ينافس حانوت أبا عبد الخالق، ولذلك اعتبر فشل تلك الخطة فشلا شخصيا له، وأن له أن يرضى بالفشل وهو ابن الرجل الثري. قرر فؤاد اللجوء إلى وسيلة أخرى في محاولة لإرغام أبا عبد الخالق على إفراغ المحل، فقد أوكل إلى أحد ذوي السوابق أن يؤلف عصابة تهجم على دكان مول الزريعة. ما كان غائبا عن فؤاد أن شبانا كثيرين من الحي كانوا يتابعون عن كثب محنة أبا عبد الخالق، وقد قرروا أن يتضامنوا معه، ولذلك لما هاجم أفراد تلك العصابة محل أبا عبد الخالق للمرة الأولى اضطروا إلى التراجع، لأن أعدادا هامة من شبان الحي كانوا مجتمعين حول الحانوت. لما عادوا خائبين إلى فؤاد أسمعهم من الشتم ألوانا، وأوحى إلى زعيمهم بأن عليه أن يخرب ذاك الدكان وينحي مول الزريعة من طريق المشروع العقاري لوالده. في الوقت نفسه وعد فؤاد أعضاء تلك العصابة بمبلغ مالي سال له لعابهم. بالنسبة لشبان الحي فإن محاولة الهجوم الأولى على حانوت أبا عبد الخالق كانت إنذارا، ولذلك انتظموا يتناوبون على الحضور. 4 أيام بعد ذلك جاء أحدهم يتظاهر بشراء الزريعة، وضع حبة أولى في فمه ثم بصقها، قال لأبا عبد الخالق إنها مفرطة الملوحة. بدا أن الشاب إنما كان يريد افتعال مشاجرة، ولذلك تدخل أحد شبان الحي ليؤكد له أن أبا عبد الخالق ليس حديث عهد بالحرفة. وبينما كان الشاب يحاول الإقناع وصل إلى المكان 6 أو 7 شبان لم يكونوا من سكان الحي، كانوا يحملون هراوات.
وبدون مقدمات هاجموا المحل، عاثوا فيه فسادا، انقلب الموقد واشتعلت النيران. في زاوية قريبة كان يقف شاب من أبناء الحي وبيده هاتفه المحمول، كان يصور الهجوم، بينما كان شبان آخرون يصدون المهاجمين ويحاولون إخماد النيران. خرج ابا عبد الخالق من محله وحاول الفرار. رمق الشاب الذي كان يصور بهاتفه المحمول وجود فؤاد ابن المقاول علل الورغي، ركز عليه كاميرا هاتفه. كان في تلك اللحظات يأمر أحد أفراد العصابة باللحاق بابا عبد الخالق والقضاء عليه. جرى الشاب وراء ملز الرعة وأدركه قبل أن يدخل زنقة متفرعة عن شارع الشفشوني. كان بيده سكين، طعن ابا عبد الخالق في الظهر. وسط الضوضاء الذي كان يعم المكان لم تسمع صرخة ابا عبد الخالق، ولكنه شوهد وهو يهوي على الأرض. كان الشاب ممسكا بهاتفه النقال يصور. في لمح البصر اختفى المهاجمون. جاء ثلاثة أو أربعة شبان مسرعين نحو ابا عبد الخالق، كان مغمى عليه ولكنه كان على قيد الحياة. في ظهره بقعة دم كبيرة خضبت ملابسه. أحضر أحدهم سيارته، تعاونوا على حمل ابا عبد الخالق ووضعه في السيارة، ثم انطلقوا مسرعين إلى مستشفى ظهر المهرز، أدخل إلى قسم العناية المركزة. في تلك الأثناء حضر إلى مكان الاعتداء عميد الشرطة شفيق الرتبي رئيس الدائرة الثانية للأمن الوطني. وجد ما لا يقل عن 10 أشخاص أبدوا الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم حول الذي جرى. كانوا يجمعون على أن ما تعرض له ابا عبد الخالق ملز الرعة إنما هو من عمل المقاول علال الورغي وولده فؤاد. كان شبان متحلقون حول العميد الرتبي يؤكدون أنهم عازمون على الاعتصام في باب ولاية الأمن إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية ولم يتم القبض على المعتدين وعلى رأسهم فؤاد الورغي وتقديمهم إلى العدالة. كان الجو شديد التوتر ذاك المساء في شارع الشفشوني. توارى عن الأنظار ذلك الشاب الذي صور كل الوقائع بهاتفه المحمول. اسمه عصام المدروك، وكان طالبا في السنة الأولى اقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية. بعد أن نقل الضحية إلى المستشفى عاد عصام إلى البيت، قام بتحميل الصور إلى حاسوبه الشخصي، ثم من باب الاحتياط إلى حاسوب آخر في المنزل. تأكد من جودة الصور، ثم شرع في كتابة مختصر عن الوقائع وبعث به عبر البريد الإلكتروني إلى إحدى القنوات التلفزيونية عرفت ببثها مثل تلك التسجيلات المصورة. كانت الإصابة التي تعرض لها ابا عبد الخالق ملز الرعة بليغة، أصابت إحدى كليتيه وتسببت في نزيف داخلي حاد. حاول الأطباء جاهدين إنقاذه ولكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح. فجر ذلك الخامس من يناير من العام 2011 أسلم ابا عبد الخالق الروح في قسم الإنعاش بمستشفى ظهر المهرز. مع ساعات النهار الأولى كان الخبر قد انتشر في فاس جديد كما تنتشر النار في الهشيم. مات ابا عبد الخالق ملز الرعة. في مقر الدائرة الثانية للأمن الوطني كانت الشهادات التي استمع إليها العميد الرتبي تفتقد إلى كثير من التفاصيل، ولم يتمكن أي من الشهود من الإدلاء بما يتيح اعتقال الجنى. وبدا للعميد وكأن دافع الناس الأوحد هو الانتقام من المقاول علل الورغي، ذلك أن كل الشهادات تضمنت إحالة على المقاول الورغي لأنه سعى بكل الوسائل إلى إفراغ ابا عبد الخالق من المحل الذي يستغله لكسب قوته منذ عدة عقود. كان التحقيق في ظل غياب ما يمكن الاعتماد عليه يمضي بوتيرة تنزع إلى البطء، ولكن الذي حدث بعد يومين من مقتل ملز الرعة سيغير مجرى الأمور وسيكسب التحريات إيقاعا سريعا. عصر السابع من يناير شيع سكان الحي بأعداد غفيرة جثمان ابا عبد الخالق التواتي ملز الرعة إلى مثواه الأخير.
مساء ذلك اليوم تحت عنوان شاهد على جريمة قتل، بثت إحدى القنوات التلفزيونية تسجيل المصور الذي تلقته من عصام المدروك. أحدث بث ذلك التسجيل وقع الصدمة في الدوائر الأمنية. كان الشريط يظهر بوضوح المهاجمين أثناء اقتحامهم محل با عبد الخالق وتكسير ما به وإحراقه، وفي لقطة تلخص مأساة ملز الرعة يظهر فؤاد ابن المقاول علال الورغي وهو يحرض أحد أفراد العصابة على تصفية با عبد الخالق. يستمر التصوير، يجري الرجل وراء با عبد الخالق يدركه قبل أن يدخل الزنقة المتفرعة عن الشارع، ثم يطعنه في الظهر. يسقط ملز الرعة صريعا ويتوقف التسجيل. تم اعتقال علال الورغي وولده فؤاد وسيقة أمام الوكيل العام للملك، حيث واجه تهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه. كانت الحجج دامغة، ولم ينفع المقاول الثري ولا ولده مالهما ولا علاقاتهما. وبعد ساعات تم القبض على أفراد العصابة. ظهر ذلك اليوم تقدم أمام العميد شفيق الرتبي شاب قدم نفسه أنه عصام المدروك. قال إنه الذي صور الجريمة كاملة وبعث بالتسجيل إلى تلك القناة التلفزيونية. قال إنه يريد أن يدلي بشهادته. من حقيبته أخرج عصام قرصا مدمجا، قال للعميد هذا هو التسجيل الأصلي والكامل للجريمة. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية.